سو احبائي كان باش نمشيو نجمعوا الكاريزما مع بعضنا باش نوريكم معنا باش ناخذ معنا زوز علب تاع خدمنا باش نجم معايا نعبيوهم بالحب ملوك الكرز مشيو معايا باش نوريكم شي يعمل كيف على جال الشجرة هذه لقيت فيها كعبات كبار برشا اخذوا معايا سو وقت اللي انا مشيت نعمل في عومة هنا وصلت العوم هات نخزر الفوق فماك شي يعمل كيف فهمتني باش ندورو على الشجرة هذيك نلقى فيها كعبات كبار بالكدا خلنا نطلعولها ونجمعو شوية حبة ملوك البلاصة واعرة شوية في الطلوع وانا بشلاكة بسم الله اه سيدي يا ربي لا مال عليك شفتك رمضان اه كتبو ان اسقظ تترى تترى سوا ندورو لها من هنا هذا نمشي صغير انا طالعين فما زاد زوج شجرات هذوما حتى هنا هذوما كبار والله كبار باهين اما انا شتيت الاخرى نحب زاد نمشي لها خلينا نكتشفوا الاخرى وبعد نرجعوا لهذه هاك نشوفوا فيها شوفوا فيها حبه ملوك خلينا نمشيو الساعه الاخرى شتيت نمشي لها زه وسط الغابه خلينا ندخلوا من تحت الشجره بيب 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 بي بي. بسم الله الله يا ربي يخليك اي رأسي 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الشجر يقرص يقرص سا احنا بحذاها سا خلنا نذوقوا بحذاها ريحة الشجر بلاصة عالية خلنا نذوق كعبة على الأقل من بلاصة ريتها عالية شو واحد يقول لك العين تشتهى فهمت حاجة رغم اللي الأخرى بحذانا لكن اشتيت من هذه مش عوج ولكن سبحان الله هذا يتلخص حلق خلنا نذوق من الكعبة هم ثم بسم الله هذا ما كانها خامرية خامرية ياسر مش مزاوي على هناك يعني عادي جدا خوصة الشجر لا علي ما. كانت محاولة فاشلة هنا خلنا نمشيو الاخرين اللي قرابك طبعا انا بشلاكة كما قلت لكم هنا المكان واعر باش ندخل مرة أخرى من تحت الشجرة فهمتني هذوما راهم يدقوا والله شوك عبارة شوك هذا ها شوك الله أكبر هذا عبارة ها شوك أصل شوك راه والله تحسس للسماء أقسم بالله لازم تشدها ها هكا حييييت حييت 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 ها اللوزة هذه ولا شنو والله ها شجرة شنو هذه؟ لا امبوسيبل الورق مش بتاع لوز امبوسيبل والله العظيم جا ما شفتها راهو انت وانا دار نسابي شنو ها؟ ها لوزة والله والله لوزة اقسم بالله لا مش لوزة خوخ ها خوخة خوخ شجرة خوخ نتوكل اللوز خاطر اللوز والخوخ فرد شجرة راه معاها جوست معلومة في وسط الفيديو اللي ها 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 الداخل نتاعها كل لوز سامحوني فقط معلومة للأشخاص اللي عنده شجرة لوز حارك اللي الحار اللي ما يتاكلش اللي يعملوا به روزاتا ولا حاجة راه تنجم تركب عليها عوينة وألا خوخ اوكي والله معلومه فقط هذيك شجره خوخ اللي وراي هذه شجره خوخ طبعا هذه انت درنسبي الغابه دي درنسبي هيك درنسبي سنة ندور يدي هيك درنسبي وهذه الغابه هذه الكل نتاع انسبي بيصير غابة انسبي فيها عندنا التفاح عندنا الخوخ راكم تشوفوه ما كنتش نحسبه عندنا الزوزه الزوزه عندنا برشا اشجار من الزوز زوزة صح
الحلو. سو اللهم صل على النبي يخسر. والله الحجم بارك الله فرد حجمي والاخرى فهمت انا ما شفت كذي اللي الحجم تاعها كبير. بسم الله ما شاء الله باش نجمعوا مع بعضنا بالطبع باش ما نطولش عليكم الفيديو. استنى نركحوا الكاميرا باش ما نطولش عليكم الفيديو. حبكم برشا برشا باش نعمل فيديو اخر وانا نقص ونوريكم قداش قصيت وقعدوا معايا.